أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله مراجعتنا هتدور حول مادة السي إن سي لطلاب تخصص تشغيل المعادن نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات بمدارس التعليم الفني الصناعي. اهلا حبايبي، والنهارده ان شاء الله نبقى مركزين مع بعض. الحلقه هتبقى عباره عن مجموعه من الاسئله، ويا ريت ندون مع بعض هذه الاسئله لانها محل سؤال بيبقى من امتحانات سابقه للاعوام السابقه في الامتحانات. تمام، اهلا بكم ابنائي، ونبدا باول سؤال لينا ان شاء الله هنراجع فيه. ايه هو السي ان سي؟ ماذا تعني كلمة سي ان سي؟ وايه هي اليات ماكينات تحكم العدد ديت؟ ويعني ازاي ان احنا نفرق ما بين مكن التحكم العددي والمكن التقليدي؟ نبدأ مع بعض كده بقى على الشاشة بتاعتنا نجاوب على كل سؤال قلناه. السؤال الاول، ماذا تعني كلمة سي ان سي؟ وهي مش كلمة في الحقيقة، هي 3 حروف لـ3 كلمات، فاحنا عايزين نعرف يعني ايه مصطلح السي ان سي. دي اختصار لـ3 كلمات، السي ان سي ديت اختصار لـ3 كلمات، هي كمبيوتر نيوميريكال كنترول. كمبيوتر نيوميريكال كنترول يعني تحكم العددي باستخدام الحاسب الايه؟ الالي. حلو قوي يا ميس. طب يعني ايه تحكم عددي؟ احنا عايزين نفهم يعني ايه كلمة تحكم عددي. يعني يا ولاد دلوقتي التحكم في الماكينات أصبح عن طريق البرمجة وأصبح عن طريق الكمبيوتر، وبالتالي التحكم ما بقاش تقليدي عن طريق أيادي العمال. احنا كنا الأول المكنة التقليدية أنا اللي بتحكم فيها عن طريق إيدي وأيادي الماكينة، ببدأ أحرك أيادي الماكينة، ببدأ أشغل الماكينة بتاعتي. دلوقتي أنا بشغل الماكينة وبنفذ كل عمليات التشغيل اللي انا عايزها، ولكن بنظام التحكم العددي نيوميريكال كنترول. يعني ايه؟ يعني نظام التحكم المبرمج اللي انا مش بتدخل فيه في عملية التنفيذ، ولكن عن طريق برنامج انا ببرمج بالماكينة، بنبدأ نتحكم في الماكينة باستخدام برنامج التحكم او كنترول التحكم اللي انا بشغل وبتحكم في المكنه من خلاله. يبقى سي ان سي هي عباره عن كمبيوتر نيوميريكال كنترول. نبص بقى على السلايد بتاعتنا الجميله، وهي هتشرح لنا يعني ايه سي ان سي مع بعضينا يا اولاد كده على الشاشه. الشاشه بتاعتنا بتقول لنا كمبيوتر نيوميريكال كنترول. سي ان سي معناها كمبيوتر نيوميريكال كنترول. تمام، الكلام ده جميل قوي. طب يعني ايه يا ميس كمبيوتر نيوميريكال كنترول؟ يعني هو تطبيق لاحدى الطرق العدديه. يبقى ده نظام عباره عن طريقه، ماشي، لاحدى الطرق الايه؟ العدديه. تطبيق لاحدى الطرق الايه؟ العدديه. التطبيق ده بيتم فين؟ بيتم في ماكينات الايه؟ التشغيل بتاعتي. طب التطبيق ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق حروف ورموز وارقام. طب الحروف والرموز والارقام ديت ليه عملتها؟ عملتها او كونتها كلها لتسمي برنامج الايه؟ التشغيل. وسميت سي ان سي لانها تحتوي على الكمبيوتر والماكينه وجهاز التحول بين الايه؟ بين الاثنين. تاني يا شباب، يبقى ماذا يقصد بمفهوم السي ان سي؟ ماذا يقصد بمفهوم السي ان سي؟ هنقول السي ان سي هي عبارة عن كمبيوتر نيوميريكال كنترول. وماذا نعني بكلمة كمبيوتر نيوميريكال كنترول؟ هو تطبيق لإحدى الطرق العددية للتحكم في مين؟ للتحكم في الماكينة. يعني طريقة عددية
طريقة عددية هتحكم بيها في مين؟ في الماكينة. عن طريق مين؟ قال لي عن طريق حروف ورموز وأرقام كونت كلها لتسمي برنامج الايه؟ التشغيل. وقد سميت سي ان سي لأنها تحتوي على الكمبيوتر والماكينة وجهاز التحويل بين الاثنين. وجهاز التحويل بين ايه يا ولاد؟ الاثنين. حلو قوي الكلام دوت. وقبل ما ننتقل لهذا السؤال الآخر لابد أن نشوف احنا فهمنا ايه من السؤال الأول. يبقى السؤال الأول يا ولاد لما كان بيقول لي يعني ايه سي ان سي، هو تطبيق لأحد الطرق العددية. أنا بطبق طريقة عددية، الطريقة العددية ديت هي فيها رموز وحروف وأرقام. الطريقة ديت أنا عملت بيها برنامج، عملت بالحروف والرموز والأرقام بتوعي برنامج، والبرنامج ده كان هدفه إن أنا أتحكم بيه في ماكينات الإيه؟ في ماكينات التشغيل. طيب وأنا هنا المكنة ديت لما حطيت لها البرنامج ديت يبقى محتاجة الجهاز إيه؟ جهاز حاسب آلي. وجهاز الحاسب الآلي ده بيربط بين مين وبين مين؟ بيربط بين المستخدم وبين الماكينة. أنا كمستخدم بدخله البيانات والداتا اللي أنا عايزها تتنفذ، وجهاز الحاسب الآلي عن طريق برنامج السي إن سي بياخد البيانات اللي أنا بدخلها له ويحولها إلى عمليات إيه؟ تنفيذية. المكنة بتشتغل بيها، المكنة بتشتغل إيه؟ بيها. تمام. يبقى أنا عندي دلوقتي مكن السي إن سي اللي هو بيبقى عبارة عن مكن بيعمل عن طريق جهاز حاسب آلي وبرنامج سي ان سي، والتحكم فيه اصبح عددي وليس يدوي. ده برنامج بنسميه السي ان سي، والمكن ده بنسميه النيوميريكال كنترول، مكن التحكم العددي. ماشي. النيوميريكال كنترول يعني مكن التحكم الايه؟ العددي. تمام يا اولاد. كده ده احنا شرحنا باستفاضة يعني ايه مفهوم السي ان سي. طيب انا عايزة بقى انتقل لسؤال تاني. هو بيقول لي اذكر اجزاء ماكينة السي ان سي اللي انت بتقول لي عليها ديت. اهي الماكينة. هي يا اولاد الماكينة عبارة عن ايه؟ عبارة عن جهاز حاسب آلي، عبارة عن وحدة تحكم، عبارة عن وحدة تحكم، وعبارة بعد كده عن الايه؟ عن الماكينة. يبقى انا عندي 3 اجزاء هما دول مكونات الماكينة. فلما يجي يقول لي الماكينة هي ايه وظيفتها؟ قال لي هي التي تقوم بعمليات الايه؟ التشغيل. يبقى المكنة هي بتعمل ايه دلوقتي؟ المكنة هي التي تقوم بعمليات التشغيل. حلو قوي. طيب عندنا ايه الجزء التاني في الماكينة؟ قلنا وحدة التحكم، اليونت كنترول، اليونت كنترول او الكنترول يونت. طيب الوحدة دي يا ولاد هي مسؤولة عن ايه؟ قال لي دي مسؤولة عن التحكم في محركات الماكينة كلها. هي مسؤولة عن التحكم في محركات مين؟ الماكينة. يبقى وحدة التحكم هي المسؤولة عن التحكم في محركات مين؟ الماكينة. طيب بعد كده الكمبيوتر. الكمبيوتر ده هو وحدة إضافية. الكمبيوتر بيكون مرتبط ارتباطا مباشرا بمكنة مين؟ السي ان سي. ايه وظيفة الكمبيوتر دوت؟ وظيفته كتابة البرنامج وحفظ البرنامج عليه. كتابة البرنامج وحفظ البرنامج ايه؟ عليه. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول مكونات ماكينة السي ان سي هي عبارة عن ايه؟ مع بعضينا كده هنقول اول حاجة الماكينة، وهي التي تقوم بجميع عمليات التشغيل، هي اللي بتنفذ لي كل عمليات الايه؟ التشغيل. طيب وايه كمان؟ قال لي بالنسبه لوحده التحكم، وحده التحكم هي المسؤوله عن التحكم في محركات مين؟ الماكينه. طيب وايه كمان؟ قال لي الكمبيوتر. طب ايه وظيفه الكمبيوتر؟ قال لي الكمبيوتر ده مرتبط ارتباطا مباشرا بمين؟ بالماكينة. وظيفته ان انا اكتب البرنامج عليه واحفظ البرنامج فيه. سؤال جميل تاني كده بيقول لي اشرح انظمة التحكم العددي. بس قبل ما اشرح انظمة التحكم العددي هنشوف احنا استفدنا ايه من السؤال الثاني، وهو اجزاء ماكينة التحكم العددي. يبقى انا لما يجي يقول لي
ايه هي اجزاء ماكينة التحكم العادي؟ هقول له اجزاء الماكينة ديت هي عبارة عن 3 اجزاء، هما الماكينة، وحدة التحكم، جهاز الكمبيوتر او جهاز الحاسب الآلي، ووظيفة كل جزء من هذه الاجزاء. الماكينة هي التي تقوم بجميع عمليات التشغيل، هي اللي بتنفذ لي كل عمليات الايه التشغيل يا اولاد. طيب، والوحدة التحكم، بص هي من اسمها وحدة تحكم، يبقى هي بتتحكم في ايه بقى؟ في كل محركات المكنة. ليه؟ لان انا دلوقتي مفيش عامل واقف بيشغل موتور او بيطفيه. طب مين اللي بيشغل المواتير بتاعت المكنة، ومين اللي بيطفيها، ومين اللي بيبدأ يشغل لي اجزاء المكنة؟ مجموعة المحركات. طب ومين اللي بيتحكم في مجموعة المحركات دي بقى؟ وحدة التحكم. تمام، وحدة التحكم اللي هي الكنترول ايه يونت، اللي هي الكنترول يونت، هي المسؤولة عن التحكم في جميع محركات مين؟ الماكينة. طب وانا عندي جزء تاني اللي هو مين؟ الكمبيوتر. طب والكمبيوتر ده بيعمل ايه يا ميس؟ بيعمل إيه؟ وظيفته حاجتين يا ولاد، اكتب عليه البرنامج ويحفظ لي الداتا بتاعت البرنامج جواه، علشان ابدأ ان انا اصدر الداتا دي لمين؟ للمكنة، وتبدأ المكنة تنفذ لي عمليات الايه؟ التشغيل. يبقى انا لما يجي يقول لي سؤال، قول لي كده بقى اجزاء ماكينه السي ان سي بطريقه سهله قوي، 3 اجزاء. اول حاجه، ايوه انا سامعه اولادي بيتكلموا بيقولوا ايه؟ الماكينه، وهي المسؤوله عن كل عمليات الايه؟ التشغيل. برافو عليكم. طب وتاني جزء بقى هو عباره عن الكمبيوتر. طب والكمبيوتر ده بيعمل ايه؟ ده انا بكتب عليه البرنامج وبحفظ عليه البرنامج وبصدر من خلاله البرنامج لمين؟ للمكنه، عشان المكنه تنفذ كل عمليات الايه؟ التشغيل اللي انا عايزها. طب وفي جزء تاني ايه هو يا ميس؟ اللي هو وحدة التحكم. ووحدة التحكم دي تبقى مسؤولة عندي عن التحكم في جميع محركات المكنة، عن التحكم في جميع ايه؟ محركات المكين. تمام يا شباب، ننتقل بقى مع بعضينا كده لسؤال اخر كده جميل. بيقول لنا السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ اشرح انظمة التحكم العدد، اشرح انظمة التحكم الايه؟ العدد. قال لي اول نظام عملناه في السي ان سي ده كان نظام اسمه الان سي، والنظام ده كان نظام برمجة، وكانت الماكينة تعمل بواسطة الشريط الايه؟ المثقب. يبقى تاني، اول نظام عملناه كان نظام مين يا ولاد؟ الان سي. كان نظام مين؟ الان ايه؟ الان سي. طب ومميزات النظام ده او النظام ده اتعمل ليه؟ قال لي ده اول نظام برمجة، وكانت الماكينة تعمل بواسطة الشريط الايه؟ المثقب. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ يعني لما عملنا النظام الاولاني اللي هو الان سي ده، ما كانش فيه جهاز حاسب آلي ملحق بالماكينة، وحضرتك عماله تقولي لنا لازم يبقى جهاز حاسب آلي ملحق بالماكينه. ما هو اول نظام اتعمل اهو ما كانش فيه جهاز حاسب آلي ملحق بالماكينه. ايوه يا شباب، لذلك احنا سميناه ايه؟ ال ان سي، ما سميناهوش ايه؟ سي ان سي. السي الاولانيه دي احنا كنا شايلينها ليه؟ لان ده الكمبيوتر، دي اختصار كلمه ايه؟ كمبيوتر. كانت المكنه اسمها نيوميريكال ايه؟ كنترول فقط، يعني مكنه ذات تحكم عددي ولكن غير متصله بجهاز حاسب ايه؟ آلي. طب ومين اللي كان بيتحكم فيها، ومين اللي كان بيصدر البرنامج؟ الشريط المثقب. ويعني ايه شريط مثقب بقى يا ولاد؟ النظام ده او السيستم ده كنا عاملينه علشان خاطر انا اشغل المكنه بتاعتي. ده كان اول سيستم اتعمل في السي ان سي، اتعمل في مكنات النيوميركال كنترول كلها. فبالتالي النظام ده يا ولاد كان معمول على اساس اني انا ابدا بس انتقل من المرحله التقليديه في التشغيل على الماكينات الى مرحله النيوميركال كنترول شويه. فكان اول فكره جات لهم وصمموا بيها الماكينات ديت، صمموها بحاجه اسمها الشريط المثقب. الشريط ده كان وظيفته ان احنا نكتب عليه البرنامج. تمام، هو عباره عن ثقوب، الثقب بيمثل لنا معلومه بتتنفذ، والجزء اللي هو المسدود ده بيبقى في الشريط، بيبقى استمرار تنفيذ العمليه لحد ما يجي لي ثقب اخر، يبقى تنفيذ عمليه جديده وتفضل مستمره لحد ما يجي لي ثقب ايه؟ ثقب ايه؟ ثالث، وهكذا.
تمام يا ولاد. فانا كنت بستخدم الشريط المثقب ده في ماكينات النيوميريكال كنترول للانتاج الكمي لمنتج من شكل واحد، لمنتج من ديزاين واحد او تصميم ايه واحد. طبعا مع التطور الصناعي انا مش هينفعني شريط مثقب في الماكينة يعمل لي منتج له ديزاين واحد في المصنع. انا محتاج المصنع يطلع منتجات متعددة الاشكال ومتعددة الاحجام والدقة والتشطيب بتاعها. كل هذه الامور خلتنا نبدأ نلجأ لنظام اخر اللي هو النظام الثاني في أنظمة برمجة التحكم العددي. يبقى أول نظام كان عندنا الـ NC كان بيعمل بالشريط المثقب. النظام التاني بقى اللي هو هيجيب لنا مميزات أكتر من الشريط المثقب هنبدأ نتعرض عليه، اللي هو اسمه إيه؟ الـ CNC. يبقى أول نظام كان اسمه الـ NC، النظام الثاني اسمه إيه؟ الـ CNC. الماكينة بقى شلت منها الشريط المثقب وأضفت لها جهاز حاسب إيه؟ حاسب آلي. وجهاز الحاسب الآلي ده حطيت جواه كارت، والكارت ده بدأت ان انا اكتب عليه البرنامج، وفي حالة لما اعوز ان انا اغير البرنامج امسح الكارت وابدأ اكتب البرنامج التاني اللي انا ايه اللي انا عايزه. برضك ده كان فكر متقدم عن الشريط المثقب. بس احنا بقى دلوقتي وصلنا لمرحلة ايه بقى يا ولاد؟ التكنولوجيا السريعة، وأنا عايز بقى أنافس عالمي، منافس محلي بالنسبة للمنتجات بتاعتي. فلجأت لحاجة اسمها البرمجة المرنة. البرمجة الإيه؟ المرنة اللي احنا بنبدأ نعملها دلوقتي عن طريق إن أنا آخد الرسمة بتاعتي وأدخلها للمكنة، والمكنة تبدأ تحولها لبرنامج وتبدأ تشغل لي عليها الإيه؟ البرنامج ويتنفذ. يعني أنا ما بقيتش دلوقتي ولا بكتب برنامج ولا بقعد امسح برنامج واكتب برنامج تاني، ده انا برسم باخد صورة المنتج اللي انا عايزه واروح مصدره للمكنة، المكنة تبدأ ايه تنفذه لي. ايه السهولة وايه الجمال ده، وايه السيستم اللي اتعمل علشان خاطر احنا نقدر نعمل بيه الجزئية دي. دي قال لي ده عبارة عن آلية اسمها الآلية المرنة، بدأت ان انا اشغل بيها الماكينة على اساس ان هي تبدأ تعمل لي عملية سرعة في الانتاجية بتاعتي، وعملية طبعا أرباح للمؤسسة الإنتاجية، لأن المكان ده بشتريه غالي، فبالتالي لازم في طريقة أنتج بيها تعوض لي القيمة الشرائية للماكينات ديت بمجموعة الأرباح اللي هي هتنزل لمين؟ للمؤسسة الإنتاجية. يبقى أنا دلوقتي لما يجي لي سؤال زي كده بيقول لي إيه هي أنظمة التحكم؟ أنا عندي 3 أنظمة للتحكم يا أولاد، الـ NC، الـ CNC، الـ DNC. الـ NC كان اول نظام برمجه اتعمل، وكان بيعمل بنظام الشريط المثقب. السي ان سي كان تاني نظام كنا فيه بنعمل عن طريق جهاز الحاسب الالي، وكان جهاز الحاسب الالي متسق بالماكينه، تمام. وفي الحاله ديت كنا بنبرمج كل ماكينه على حده. جينا بقى للنظام الثالث وهو نظام الدي ان سي، وفي الحاله دي جبنا جهاز كمبيوتر مركزي وحطيناه بين مجموعه الماكينات اللي عندي في عنبر التشغيل في المصنع، والجهاز الوحيد دوت هو اللي ببرمج عليه وبعمل سيت اب من عليه لكل المكن مره ايه؟ مره واحده. لذلك البرمجه عليه سميت بنظام البرمجه المباشر. لماذا سميت بنظام البرمجه المباشر؟ لانها اسمها الدايركشن نيوميركال كنترول، لان انا بسطب من خلال جهاز واحد جميع المكن في وقت ايه؟ في وقت واحد، تمام. وبالتالي طالما سطبت من خلال جهاز واحد جميع المكن في وقت واحد، يبقى انا عندي المكن كله نزلت له برمجه في وقت ايه؟ واحد. يبقى دي اسمها الدايركشن نيوميريكال كنترول او نظام البرمجه المباشر. يبقى انا عندي كام نظام تحكم؟ 3، ال NC والسي ان سي والدي ان سي اللي هو دايركشن نيوميريكال ايه؟ كنترول. نتعرف بقى على الشاشه بتاعتنا الجميله كده، وهتعرض لنا الـ3 أنظمة اللي احنا اتكلمنا عنهم. نبص على الشاشه بتاعتنا. الشاشه بتاعتي بتقول لي ايه؟ أول نظام في أنظمة التحكم نظام التحكم العددي اللي هو النيوميركال كنترول. والنظام دوت هو عبارة عن إيه؟ قال لي النظام ده هو عبارة عن نظام برمجة، وكانت فيه الماكينة تعمل بواسطة الشريط الإيه؟ المثقب. النظام الثاني
اللي هو بنقول عليه نظام السي ان سي، والكمبيوتر في السي ان سي بيتحكم في ماكينة واحدة. الكمبيوتر بيكون متصل اتصالا مباشرا مع الماكينة التي يعمل معها. يسمى هذا النظام او هذا النوع من البرمجة بالبرمجة المباشرة، تسمى هذا النوع من البرمجة بالبرمجة الايه المباشرة. تعالى بقى هنا كده نشوف النظام الثالث، نظام الدي ان سي. والنظام الدي ان سي ده احنا قلنا عليه نظام دايركشن نيوميريكال كنترول، والنظام ده بيبقى فيه الكمبيوتر بيكون في مكان بعيد جدا عن الماكينات التي يعمل ايه معها. باستخدام هذا النظام يتم التحكم في اكثر من ماكينة في وقت واحد عن طريق كمبيوتر مركزي. يبقى الكمبيوتر بيكون في مكان بعيد عن الماكينات التي يعمل معها. باستخدام هذا النظام يتم التحكم في اكثر من ماكينة، يتم التحكم في أكثر من ماكينة في وقت واحد عن طريق كمبيوتر مركزي. هنا بقى سؤال جميل قوي يا ولاد، بيقول لي اذكر مميزات وعيوب ماكينات التحكم العددي السي ان سي. ايه هي مميزات المكن الجميل اللي انتوا بتقولولنا عليه دوت، وايه عيوب هذا النوع من المكن؟ اول ميزة من مميزات المكن تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي للماكينة. تاني، تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي للماكينة. ده كده أول ميزة، إن أنا بقلل الزمن الضائع بدون إنتاج إيه فعلي. استخدام تجهيزات تثبيت أكثر بساطة من المستخدمة مع الماكينات التقليدية. بستخدم تجهيزات تثبيت أكثر بساطة مما كنت أستخدمها في ماكينات التشغيل التقليدية. النظام بتاعنا ده بيحقق نظام الإنتاج أكثر مرونة للتغيرات في جداول الإنتاج. النظام ده بيحقق نظام إنتاج أكثر مرونة للتغيرات في جداول الإنتاج. كمان النظام بتاع السي ان سي ده مميزاته ايضا السهوله في تقبل اي تغيرات في تصميم القطع المنتجه، لان ذلك يحتاج فقط الى تغيير في البرنامج. السهوله في تقبل اي تغيرات في تصميم القطع الايه المنتجه، لان ذلك يحتاج فقط الى تغيير في البرنامج. خمسة، زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العاملون. زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العاملون. طيب يبقى أنا كده مع بعضينا، إيه المميزات الجميلة اللي إحنا هناخدها من المكن الجميل بتاعنا ده اللي اسمه السي إن سي؟ المميزات بتاعتنا الجميلة يا ولاد، أول حاجة تقليل الوقت الضائع بدون انتاج ايه فعلا. تقليل الوقت الضائع بدون انتاج فعلا، حلو قوي. يعني انا المكنه بتاعتي شغاله 24 ساعه، فبالتالي انا ما فيش اي وقت ضائع بدون انتاج ايه فعل، وده هيعود على المؤسسه الانتاجيه عندي بكميه ارباح ايه مهوله جدا جدا، حلوه. طب وايه الميزه الجميله التانيه؟ المكن بتاعنا الجميل ده ما بيحتاجش مثبتات ومرشدات وطريقة تثبيت معقدة زي المكن التقليدي، لا، ده المثبتات والمرشدات بتاعته أكثر بساطة بكتير جدا من المكن التقليدي. المثبتات والمرشدات المستخدمة في مكن التشغيل النيوميريكال كنترول بيبقى اكثر بساطه بكتير جدا من المكن الايه من المكن التقليدي. قال لي كمان قلل الاخطاء التي قد يقع فيها الايه العاملون، حلو قوي. يعني انا مش هيبقى عندي خساره في المنتجات، مش هيبقى عندي هدر في الخامات، ولا هيبقى عندي خساره في المنتجات، ولا هيبقى عندي هدر في الايه في الخامات. لماذا؟ لان في نظام نيوميريكال تحكم عددي هو اللي بيشغل الماكينه، مفيش عامل واقف على المكنه بيشغلها، الاضاءه عنده مش حلوه، ايده هو مش مظبوطه على المكنه، لا، الكلام ده كله مش موجود في مكن السي ان سي. ايه اللي موجود في مكن السي ان سي؟ جهاز تحكم عددي
هو اللي بيقوم بمتابعة الإنتاج وتصدير المعلومات للماكينة حتى يتم تنفيذ المنتج بأعلى دقة وجودة، وقد تصل الجودة فيه إلى 100% في المية وفقا لإمكانيات الماكينة وإمكانيات العدد المستخدمة في الماكينة بتاعتي. إيه المزايا الجميلة قوي دي؟ يبقى أنا عندي مكنة أنا مش هطلع منها نسبة خطأ ولا نسبة هادر عالي، وكمان المكنة دي هتشتغل 24 ساعة في المعمل بتاعي مش هتبطل. يا ايه الجمال ده! يبقى قيمة الأرباح اللي هتعود على المؤسسة بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى عالية جدا. قال لي كمان يا ولاد المكن ده بيقبل تغيرات في المنتجات، يعني انت دلوقتي حاطط لي ديزاين معين غير فيه وانا هنفذه لك في نفس اللحظة. يعني ايه؟ بيتقبل التغيرات في المنتجات فقط عن طريق تغير في البرنامج الموضوع لمين؟ للماكينة. يبقى انا بيقبل اي تغيرات عندي فين؟ في المكنة. ايه كمان يا ولاد؟ قال لي ان المكن دوت كمان بيبقى فيه مرونة حلوة قوي، بان هو بيزود لي كمية الانتاج اللي انا عايزها في المؤسسة الايه؟ الانتاجية. طيب احنا كده عرفنا المميزات الجميلة بتاعت. طب ايه عيوب المكن ده؟ قال لي المستثمر لما بيجي يشتريه التكلفة المبدئية للمكن بتكون ايه؟ بتكون عالية. طب ايه كمان؟ قال لي انت قلت لي ان المكن ده بيعمل بمجموعة من المحركات، فبالتالي يحتاج الى صيانة كهربائية كثيرة جدا. يبقى المكن ده عيوبه ان هو بيحتاج الى الصيانة الكهربائية الكثيرة. ثانيا التكلفة الاستثمارية المبدئية لهذا المكن وكمان لعدد التشغيل عليه بتبقى عالية نسبة بماكينات طبعا التحكم الماكينات التشغيل التقليدية. يعني المكن ده بيبقى غالي وعدده بتبقى غالية مقارنة بمكن التشغيل التقليدي. تمام يا ولاد؟ يبقى أنا كده فهمت إن المكن بتاعي ليه مجموعة من المميزات وله مجموعة من العيوب. بس لو احنا بصينا لعيوبه، هي تكلفة مبدئية عالية بس المكن ده مش هيبطل شغل، ده هيشتغل 24 ساعة، فبالتالي هيغطي لي التكلفة الايه؟ المبدئية وتكلفة الصيانة بتاعة المكن وتكلفة شراء الايه؟ المعدات. يبقى انا بص بقى للمميزات بتاع المكن الجميل ده. قال لي المكن دوت يقلل الاخطاء التي قد تتعرض لها ايه؟ العاملون. المكن ده اقدر ان انا اغير في الديزاين فيه فقط بتغير البرنامج. طب المكن ده ما بيحتاجش لمثبتات ولا ادوات تثبيت اكثر تعقيد، يعني المثبتات والمرشدات والادوات التثبيت بتاعت المنتج عندي والعده بتبقى اكثر بساطه مما احنا كنا بنستخدمها في المكن الايه؟ التقليدي. قال لي المكن ده كمان بيبقى يعني بيديني كميه انتاجيه كبيره جدا، وبيعوض او بيخلي المؤسسه الانتاجيه بتاعتي تكسب يعني ارقام كبيره قوي لان هو شغال 24 ايه ساعه. نبص بقى مع بعضينا كده ونراجع على الشاشه المزايا والعيوب مره ايه مره اخرى مع بعضينا كده على الشاشه بتاعتنا. الشاشه بتاعتنا بتقول لي اول حاجه بالنسبه للمميزات تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي. تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي للماكينة. استخدام تجهيزات تثبيت أكثر بساطة من المستخدمة مع الماكينات التقليدية. تحقيق نظام إنتاج أكثر مرونة للتغيرات في جداول الإنتاج. السهولة في تقبل أي تغيرات في تصميم القطع المنتجة لأن ذلك كان بيحتاج فقط إلى تغير في الإيه؟ في البرنامج. زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العاملون. عيوب ماكينات السي إن سي. زيادة الصيانة الكهربية وتنوعها داخل المصنع. ارتفاع التكلفة الابتدائية لماكينات السي ان سي. ارتفاع تكلفة تشغيل الماكينات. تكلفة تشغيل الماكينات يا اولاد يقصد بيها عدد القطع
وزيوت اللي انا بزيد بيها المكنه، وادوات الفحص والمعايره والقياس للماكينه. دي اللي بتسبب ارتفاع تكلفه تشغيل مين؟ الماكينه. حلو قوي يا اولاد. بقى في سؤال جاي لنا كده جميل تاني، بيقول لي ايه السؤال ده؟ بيقول لي قارن بين ماكينات التحكم العددي والماكينات التقليديه، وعايزني اقارن دلوقتي شباب بين الماكينات اللي انا بشغلها بالكمبيوتر والماكينات اللي انا كنت بشغلها عن طريق التحكم التقليدي بايدي. قال لي الماكينات التقليدية من حيث الشكل هي مكنة تقليدية الشكل، المخرطة بقى لها 100 سنة هي نفس الشكل ما اتغيرتش. مكن السي ان سي بيبقى عليه زي اضافات كده اللي هي بيبقى محاطة بغلاف حماية من الرايش ووسائل التبريد وحجب الضوضاء. بالنسبة لهيكل المكنة، مكنة السي ان سي بتبقى اقل قساوة من ماكينات المكنة التقليدية، اقل قساوة من ماكينات السي ان سي. مكنة السي ان سي بتبقى اكثر قساوة من الماكينات التقليدية. عمود نقل الحركة في مكن التقليدي بيبقى الألووز شبه منحرف، في مكن السي ان سي بيبقى الألووز كروي او مستدير. مصدر الحركة في المكن التقليدي بيبقى محرك ذو تيار متردد، مكن السي ان سي بيبقى محرك ذو تيار اتجاه من نوع محرك الخطوة او المحركات الهيدروليكية. دقة عمليات التشغيل بتبقى في المكن التقليدي 1 من 100 ومعتمدة على مهارة العامل، في المكن السي ان سي 1 من 1000 ويعتمد على نوع التحكم المستخدم. العمالة المستخدمة تحتاج إلى عمالة ماهرة، هنا في المكن التقليدي يحتاج إلى عمالة مدربة على نظام التحكم العددي. التكلفة في المكن التقليدي بتكون غير مرتفعة نسبيا، التكلفة في ماكينات السي ان سي بتكون مرتفعة نسبيا وتبلغ 5 أضعاف الماكينات التقليدية. يبقى تاني يا ولاد، بالنسبة لعمود نقل الحركة في المكن التقليدي ألووز شبه منحرف، في المكن السي ان سي بيبقى ألووز مستدير أو كروي. مصدر الحركة في المكن التقليدي بيبقى محرك ذو تردد، محرك واحد ذو تردد تيار متردد، مكن السي ان سي بيبقى محرك ذو تيار أو نوع المحرك ده بيبقى الخطوة بتاعته اللي هي نوع المحركات اللي هي بتشتغل عن طريق الهيدروليك اللي هي المحركات الهيدروليكية. دقة عمليات التشغيل بتبقى في المكن التقليدي 1 من 100 وتعتمد على مهارة العامل بتاعي. دقة التشغيل في المكن السي ان سي بتبلغ 1 من 1000 وتعتمد على نوع النظم او نظم التحكم المستخدمة. العمالة المستخدمة هنا بتبقى عمالة ماهرة، هنا عمالة مدربة على نظام التحكم وادخال البرامج. التكلفة بتبقى غير مرتفعة نسبيا، مرتفعة نسبيا وتبلغ 5 أضعاف التكلفة بماكينات التحكم التقليدية. التشغيل يا ولاد، هنا بالنسبة للتشغيل، التشغيل يتم يدويا أو آليا، ويتم الإعداد لكل عملية تشغيل في إيه؟ في وقتها. ده بالنسبة للمكن التقليدي. لا، التشغيل هنا بقى بالنسبة لمكن السي إن سي بيبقى عن طريق برنامج التحكم الذي يحتفظ بشكل عمليات التشغيل. التحكم في الحركة هنا بيكون يدوي أو ميكانيكي، ولا يمكن تحريك أكثر من محور في آن واحد. هنا بقى بالنسبة لمكن السي إن سي بيتم التحكم في محركات الماكينة كلها، وممكن إن أنا أشغل أكثر من محور دوران في آن واحد. تمام يا شباب. يبقى انا دلوقتي لما يجي يقول لي ايه هو الفرق بين ماكينات السي ان سي وبين الماكينات التقليديه، انا ابقى كده ايه بقارن، وانا يعني مفتخر قوي بمكن السي ان سي. مكن التشغيل التقليدي في الشكل هو تقليدي الشكل، السي ان سي بيبقى محاط بغلاف للحمايه من الرايش والضوضاء وسائل التبريد. مكن السي ان سي العماله بتاعته بتكون عماله مدربه على برنامج التحكم. المكن التقليدي
بتبقى العمالة بتاعته ماهرة. فني ماهر يعرف يشغل المكنة، صنايعي. إنما السي إن سي ده راجل لازم يكون عنده خبرة في مجال البرمجة عشان يقدر يبرمج المكنة ويقدر يتحكم فيها ويضبطها ويشغلها. يبقى ده الفرق ما بين العمالة في المكن التقليدي ومكن السي إن سي. طب نيجي بقى للجودة. قال لي الدقة بتصل في المكن التقليدي ل1 من 10% أو من واحد من عشرة في المية. قال لي الدقة بتوصل لمكن السي ان سي الى 1 من 1000% بس. بقى انا دلوقتي عايزة اقول لك على حاجة، احنا 1 من 1000 دي بالنسبة لنا دي مش دقة عالية. احنا دلوقتي في مكن سي ان سي وصل ل1 × 10⁻²⁰ ملليمتر في الدقة بتاعته. تمام يا اولاد؟ يعني مكن السي ان سي وفقا للاوبشن بتاعه وفقا لاستحداث الماكينه الدقه عندي بتبقى اكبر بكتير جدا من بعضه، يعني من بعضهم البعض. يعني المكن السي ان سي ممكن تلاقي في عندي مكنه دقتها 1 من 1000، في واحده من 10 واحد من 10000، في واحده تانية 1 من 100000، في واحدة اللي هي الدقة بتاعتها بتوصل ل1 × 10⁻⁶. لحد دلوقتي احنا وصلنا الكنترول بيجيب لنا قيمة دقة 1 × 10⁻½. 1 × 10⁻½، ودي دقة عالية جدا جدا بتوصلني ان انا المنتجات بتاعتي تبقى منتجات عالمية اقدر اصدرها، واقدر ان انا يعني تبقى المؤسسة الانتاجية بتاعتي بتطلع منتج الفينش بتاعه عالي جدا تقدر ان هي تنافس بيه دولي وعالمي. تمام يا شباب؟ ده كده بالنسبة للكواليتي او الدقة بتاعة الايه؟ بتاعة الماكينة. قال لي طيب بالنسبة للتشغيل، قال لي في المكن التقليدي التشغيل بيتم يدوي او اوتوماتيك، انما بالنسبة لمكنة السي ان سي التشغيل بيتم عن طريق برنامج الايه؟ التحكم. ولما نيجي نقول التحكم في الحركة برضك، الحركة بتتم عن طريق في المكن التقليدي يدوي او يدوي اوتوماتيك، ايضا هناك في السي ان سي بيكون عن طريق برنامج التحكم. دلوقتي بقى جينا مع بعض لسؤال تاني جميل قوي، بيقول لي اذكر انواع الحركات اللي بتتحركها العدة على الشغلة في ماكينات السي ان سي. احنا عندنا 3 حركات، لا اما العدة يا ولاد تمشي معايا في خط مستقيم، لإما العدة بتاعتي تمشي معايا من نقطة إلى نقطة، لإما العدة بتاعتي تمشي في مسار مستمر لحد ما تخلص الإيه؟ الشغل. نبص بقى على أنواع الحركات في ماكينات التحكم الإيه؟ العادي. بص مع بعضينا كده على الشاشة بتاعتنا. بيقول لي أنواع الحركات في ماكينات السي إن سي. إيه هي أنواع الحركات اللي أنا هنقول عليها؟ قال لي أنواع الحركات في ماكينات السي إن سي يمكن تقسيم ماكينات التحكم العادي بالحاسب الآلي من حيث نوع الحركة في مواضع الحركة إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى من ماكينات التحكم هي ماكينات ذات تحكم موضعي بوينت تو بوينت، حركة أداة القطع بتبقى من نقطة إلى نقطة. أفضل مثال على ذلك ماكينة الصقب وماكينة اللحام. التحكم في مسار خطي، وده بنسميه لاين أو لينر باس، اللي هو بيتميز هذا النظام بالقدرة على تحريك أداة القطع في اتجاه موازي المحور الأساسي لقطعة الشغلة، وكان مثال على ذلك مكنة الخراطة ومكنة الفرايز. وكان مثال على ذلك مكنة الخراطة ومكنة الفرايز. عندي بقى النوع الثالث من أنواع التحكم في مسار العدة على سطح الشغلة في ماكينات التحكم العادي، وهو التحكم في مسار مستمر اللي بنسميه الكونتينيونز باس. الكونتينيونز باس ده هو هذا النوع من انواع التحكم، وهو الاكثر الانواع الثلاثه تعقيدا واكثرها مرونا واكبرها تكلفه. ففي هذا النظام يمكن الحصول على حركه في خط مستقيم او في مستوى سطحي باي زاويه، وكذلك مسارات دائريه او مخروطيه او منحنيه. يبقى انا عندي هنا المسار بتاعي هنا على الشغله، المسار بتاعي يبقى مسار مستمر. بص المسار بتاعي يبقى مسار ايه؟ مستمر. ده اسمه المسار الايه؟ المستمر. يعني انا ممكن امشي في خط مستقيم، ممكن امشي في دوران، ممكن امشي في خط مائل، ولحد ما اقفل الشكل اللي انا ايه؟ عايزاه. يبقى ده العده بتاعتي ممكن تمشي في مسار اسمه الكونتينيونز باس. يعني ايه الكونتينيونز باس؟ يعني مسار ايه؟ مسار مستمر. طيب وايه كمان؟ قال لي العده بتاعتي ممكن تمشي
في مسار خطي مستقيم، في مسار خط ايه مستقيم، يبقى هنا العده ماشيه في مسار خط ايه مستقيم. طب وممكن العده كمان تمشي في ايه؟ قال لي العده ممكن تمشي من بوينت تو بوينت في عمليه التعب، عمليه التعب او عمليه لحام النقطه دي العده فيها بتتحرك من نقطه الى نقطه. يبقى انا عندي من بوينت تو بوينت، يعني العده تتحرك من نقطه الى ايه؟ الى نقطه. طيب لما اجي اقول بقى المسار اللي هو الخطي، معناه ان العده بتاعتي بتمشي في خط ايه؟ مستقيم. لما اجي اقول المسار المستمر، معناه الكونتينيوز باس، ده معناه ان العده بتاعتي بتتحرك في مسار ايه؟ في مسار مستمر، بتمشي بتتحرك في مسار ايه؟ مستمر، اللي هو بنسميه الكونتينيوز باس. وده برضك بنلاقيه في التحكم في ماكينات الفرايز، ماكينات الخراطه ذات التحكم العددي. نبدا بقى مع بعض دلوقتي يا اولاد، موضوع مهم قوي قوي قوي، محتاجاكم ان انتوا تركزوا معايا قوي فيه، لان ده هيبدا موضوع اساسيات البرمجه بتاعتنا. تمام يا اولاد؟ يبقى انا هبدا دلوقتي سؤال مهم قوي، اللي هو محاور الاساسيه لعمليه البرمجه ونقاط الصفر في المكنه اللي اقدر من خلالها ابدا انفذ عمليات البرمجه بتاعتي. الجزء اللي جاي ده يعتبر هو نظري دلوقتي، بس هو اساس شغل العمل بتاعك في مكن التحكم العددي. تمام حبايبي؟ يبقى مع بعض كده ونبدا مع بعض نركز قوي في الجزئيه اللي جايه دي، علشان هي مهمه واساسها بينفعني في التطبيق العملي كمان. تمام؟ نبدا مع بعض بقى بالسؤال بتاعنا الجميل، بيقول لنا ايه وازاي ان احنا نقدر نجاوب عليه مع بعضينا كده على الشاشه. الشاشه بتاعتنا بتقول لنا ايه هي المحاور الاساسيه لمكنه الفريز. المحاور الاساسيه انا عندي محور اسمه اكس، محور اسمه واي، محور اسمه زد. المحاور الاساسيه اكس واي وزد دي في اني مكنه؟ في مكنه الفريزه. يبقى مكنه الفريزه يا ولاد فيها كم محور؟ فيها محور اكس، محور واي، محور زد. طيب تعالوا على المكنه كده ونشوف الثلاث محاور بتوعنا دول فين اتجاهاتهم. قال لي على المكنه هي ولاد، ده دلوقتي بالنسبه لي المحور الافقي ده كده، المحور ده اللي انا بشاور عليه ده، ده كده محور اكس، ده كده محور ايه؟ محور اكس. بص محور اكس واخد ايه؟ واخد طول الشغله، واخد طول الايه؟ الشغله. طب محور واي، محور واي لو لاحظناه واخد عرض الايه؟ الشغله. طيب محور زد، محور زد واخد مين؟ سمك الشغله او ارتفاع الايه؟ الشغله. يبقى انا عندي يا اولاد ثلاث محاور من خلالهم اقدر ادخل ابعاد الشغله للمكنه. من خلال الثلاث محاور دول اقدر ادخل ابعاد الشغله بتاعتي لمين؟ للمكنه. المحور اكس يا اولاد اهو، المحور اكس ده بيعبر معايا عن طول الشغله بتاعتي. المحور واي ده بيعبر معايا عن عرض الشغله بتاعتي. المحور زد ده اللي هو مسؤول عن عمق القطع، وبالتالي ايضا هو بيمثل معايا في الشغله سمك او ارتفاع الشغله بتاعتي. تمام حبايبي؟ طيب انا ليه هنا بقى قالوا لي انا عندي اكس موجب واكس سالب، وعندي واي موجب وواي سالب، وزد موجب وزد سالب؟ قال لي لان انا عندي اتجاهين، الزيرو بتاعي في المنتصف، فبالتالي لو العده هتتحرك اعلى الزيرو هتاخد واي ايه؟ موجب. لو اتحرك اسفل الزيرو هتاخد واي سالب. لو العده بتاعتي هتتحرك يمين الزيرو هتاخد اكس موجب، لو هتحرك شمال الزيرو هتاخد اكس ايه؟ سالب. لو الزد بتاعي العده بتاعتي هتتحرك لاعلى، لو العده بتاعتي هتتحرك لاعلى هتاخد زد موجب، لو العده بتاعتي هتتحرك لاسفل هتاخد زد ايه؟ زد ماينس. لما يجي يقول لي بقى عرف نقاط صفر الماكينه، يبقى انا السؤال الاولاني ده يا ولاد اللي هو كان عباره عن ايه هي المحاور الاساسيه اللي على اساسها بدخل ابعاد الشغله للمكنه. المحاور الاساسيه بالنسبه لمكنه الفريزه هم ثلاث محاور اساسيه، المحور اكس والمحور واي والمحور زد. والمحور اكس كان بيعبر لي عن طول الشغله بتاعتي، المحور واي بيعبر لي عن عرض الشغله بتاعتي، المحور زد بيعبر لي عن ارتفاع او سمك الشغل. طيب
كل محور من هذه المحاور كان له اتجاهين في الحركة بتاعتي، في اتجاه اكس موجب واكس سالب. اتجاه الاكس الموجب لو انا عايز ابقى يمين صفر الشغلة، اتجاه الاكس الماينس بيبقى لو انا عايز الصفر ابقى الحركة بتاعتي شمال صفر الشغلة. طيب لو انا عايز اتحرك لاعلى الزيرو يبقى انا معايا واي موجب، اسفل الزيرو واي سالب. لو عايز اتحرك اعلى الشغلة ببقى بزد موجب، عايز اتحرك في قلب الشغلة او لاسفل الشغلة بيبقى زد عندي ايه؟ سالب. ده كده يا اولاد المحاور الاساسية لماكينة الفريزة. طب انا عندي محاور اخرى يا ميس؟ انا عندي محاور في مكنة الخراطة، بس في الحالة دي بيبقى عندي محورين فقط، محور اكس ومحور زد. محور اكس بيمثل قطر الشغلة ومحور زد بيمثل طول الايه؟ الشغل. دلوقتي حبايبي بقى هنتعرض مع بعض لسؤال اخر جميل قوي، اللي هي بيشرح لي فيها نقاط الصفر او النقاط المرجعية لماكينات التحكم العددي. انا عندي اكثر من نقطة صفر في مكن التحكم العددي. اول حاجة المكن النقطة زيرو، نقطة الريفرنس بوينت. الريفرنس بوينت ديت اللي هي نقطة المرجع، نقطة المرجع اللي هي الار اللي احنا بنرمز لها برمز ايه؟ ار. قال لي هي اسمها الريفرنس ايه؟ بوينت، يعني نقطة المرجع. يعني ايه نقطة المرجع؟ نشوف مكنة كده يا ولاد، النقطة بتاعتي دي اهي، دي نقطة الريفرنس بوينت. النقطة دي اهميتها ايه؟ اهميتها ان العدة بتاعتي لما بتخلص الشغل بتاعها اقصى مسافة تتحرك لها في اتجاه اكس او في اتجاه زد او في اتجاه واي هي هذه الايه؟ هذه النقطة. يبقى النقطة دي اسمها نقطة ار، بنسميها نقطة المرجع. يعني ايه نقطة المرجع؟ يعني الريفرنس بوينت. طب ماذا تعني؟ تعني هذه النقطة هي اقصى مسافة تتحرك العدة اليها في اتجاه المحاور الاساسية اللي هي اكس وواي وزد. يبقى الريفرنس بوينت هي نقطة بنسميها نقطة المرجع. يعني ايه نقطة المرجع؟ يعني اقصى مسافة تتحرك اليها مين؟ العدة بتاعت في اي اتجاه؟ في الاتجاهات الاساسية اللي هي اتجاه مين؟ اتجاه المحور اكس والمحور واي والمحور زد. ده كده بنسميها الار او الريفرنس بوينت. طب انا عندي نقطة اخرى اسمها الام. مين الام ديت؟ اسمها الماشين زيرو بوينت. الماشين زيرو بوينت فين موقعها على المكنة؟ موقع النقطة دي على المكنة اهو. ايه فين الموقع ده؟ اعلى صينية المشغولات في الجانب الايسر، اعلى صينية المشغولات. يبقى في الجانب الايسر من الشغلة اعلى صينية المشغولات، تمام؟ يبقى في الجانب الايسر اعلى صينية الايه؟ المشغولات. هذه النقطة غير قابلة للتغيير، معروفة من قبل صانع الماكينة فقط. طب انا عندي نقطة اخرى اسمها الدبليو اللي هي الورك بيس زيرو بوينت، ودي بتبقى معروفة او اللي بيحطها واللي بيفترضها هو مصمم البرنامج اللي بيبرمج الشغلة للماكينة، تمام حبايبي؟ يبقى انا عندي كام نقطة دلوقتي بالنسبة لنقاط الصفر المرجعية؟ عندي ثلاث نقاط، نقطة صفر الشغلة، نقطة صفر الماكينة، نقطة الريفرنس بوينت. ونقطة الريفرنس بوينت قلنا النقطة المرجعية اللي بقي أقصى مسافة بتحرك إليها العدة، والماشين زيرو بوينت هي نقطة موجودة في أعلى صينية المشغولات وغير قابلة للتشغيل واللي بيعرفها هو صانع الماكينة فقط، ونقطة صفر الشغلة هي موجودة في أحد أركان الشغلة واللي بيحددها هو المبرمج للبرنامج. النهاردة يا شباب احنا اشتغلنا مع بعض الأسئلة اللي هي نعتبر معلومات أساسية عن ماكينات التحكم العددي. نرجو مراجعة هذه الأسئلة ومذاكرتها جيدا. وأنا في نهاية حلقتي بشكركم جدا، وعلى أمل لقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. أشكركم وأترككم في رعاية الله وأمني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.